فليه شركة سوموتومو بتتوسع في مصر وليه اختارت مصر انها تصبح مقر لاكبر مصنع لها؟ لانها لها خبرة جيدة جدا من تواجدها في السوق المصري، وجدت مناخا مهيئا، وجدت كل الدعم من الحكومة، اي عوائق بتواجهها بيتم تذليلها على الفور، واستطاعت من خلال مصر انها تصدر انتاجها للعالم اجمع. يعني زي ممثل الشركة قال ان في حوالي 30 مليون سيارة بتجوب اوروبا والعالم حاليا، هي ضفائرها ضفائر السيارات الكهربائية، يعني الضفائر الكهربائية الخاصة بكهرباء هذه السيارات 33 مليون سيارة مصنوعة في مصر، مش السيارة هي المصنوعة في مصر، ضفائر المستخدمة فيها ل 33 مليون سيارة في العالم. فطبعا كل هذا يدل على ان الحمد لله الاقتصاد المصري مازال محط انظار الشركات. هل هذا المصنع بيجمع ولا بيصنع؟ لا ده تصنيع مصنع بالكامل في مصر، انه بعض الناس يقول ما عندناش صناعه وما بنعملش صناعه. حضرتك بتكلمنا على حاجه واحده بس، النهارده بنتكلم على 33 مليون عربيه بتجوب اوروبا، الضفائر الكهربائيه بتاعتها مصنعه في مصر. مصنعه في مصر بالكامل، يعني الضفائر دي بتنتج ومصنوع مكتوب عليها، بتصدر لاوروبا مكتوب عليها صنع في مصر، ميد ان ايجيبت. فلا يعني مش تجميع ولا حاجه، بنتكلم عن صناعه وبنتكلم عن تعميق صناعه. الجمله اللي حضرتك قلتها في الاول، تعميق الصناعه وتعميق المكون المحلي. احنا بنستهدف دايما اي شركه قادمه جديده، ده حتى في حديث سياده الرئيس مع اي شركه اي شركه كبرى بتجلس معه، بيطلب منهم تعميق المكون المحلي. انت مش بس يعني هتنتج في مصر، لا يعني استخدم مكونات مصريه علشان نقلل الاستيراد، وانقل خبراتك، سواء خبرات فنيه في كيفيه الانتاج او خبرات العماله والتدريب، وانقلها لمصر. بصراحه مشاكلهم ايه؟ يعني مشاكلهم مثلا بتكلم مثلا ضرائب، بنتكلم على جمارك، بنتكلم على بعض الاجراءات البيروقراطيه، ورئيس الوزراء تدخله ازاي في هذا الامر؟ وازاي نبدا نتكلم على حوافز كبيره جدا بفتره طويله، فتره سماح او اعفاءات او غيره، عشان اقدر اجيب اكبر عدد، بدل مليار عايزين 30 و40 و50 و100 حتى مليار دولار. يعني هو كان لهم مطلب اساسي، الشركات اللي ما استلمتش الارض، تسريع بس اجراءات استلامهم للارض، وده شيء يعني سهل جدا. رئيس الوزراء وعد على الفور ان هو فور تلقي المذكره سيعرضها عليه هيئه الاستثمار مستشار محمد عبد الوهاب، ان هو سيوافق على الفور. الحاجات اللي محتاجه موافقه من رئيس الوزراء سيتم اقرارها على الفور، الحاجات اللي محتاجه تخصيص من مجلس الوزراء بكامل هيئاته سيتم ايضا عمليه التخصيص. فده كان المطلب الاساسي لهم، تسريع استلامهم للارض. ما دون ذلك ما كانش لهم طلبات يعني محدده، الناس بدليل يعني ان هم توسعوا وجايين في استثمارات جديده، ده دليل على ان يعني الحمد لله ما فيش مشكلات يعني. ومع ذلك رئيس الوزراء قال لهم اثناء عمليه التنفيذ وبعد بدايه الانتاج، لو في اي مشكلات واجهتكم بابي مفتوح في اي وقت، يعني اتصلوا بمكتبي وانقلوا لي مباشره ودون اي وسيط ما يواجهكم من مشكلات. فده اللي احنا بنستهدفه الفتره الجايه. ولا ينفصل ايضا عن حدث اخر حصل امبارح ايضا، احدى الشركات الكبرى في مجال يعني اجهزه المحمول اللي هي شركه اوبو، وقعت اتفاق لانشاء مصنع لها في مصر. المصنع هو الاول لهذه الشركه. الشركه بتستهدف في المرحله الاوليه انها تنتج 4.5 مليون جهاز تليفون محمول. يمكن دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات كان مع حضرتك بالامس في مداخله، مزبوط، وشرح لحضرتك كل هذه التفاصيل. احنا عندنا دلوقتي ثلاث شركات كبرى في مجال يعني التليفونات المحموله لها مصانع في مصر. شركه اوبو بالامس وتوقيع مذكره التفاهم هتبتدي تنشئ المصنع، شركه فيفو وشركه نوكيا، وان شاء الله بنستهدف رابع ايضا، عملاق صناعي رابع يعني قد ينضم قريبا جدا لهذه الشركات.